البنادق تصبح برصاص حمرا والعشب ما دفعنا ولهابا وفي 16 صاروخها جمرة يجعل الخصم كان وسط محطابة اشعلوا جواها والبر والبحر خلوا الخصم ينزل يوم ذي جابة ما أحيل الهجوم في الليلة القادرة يجعل الخصم حتما يفقد اعصابه طهروا يا العشاوس ارضنا الخضرا من عصابات دجاله وكذابه من عصابات حمقنا جه الغدره او مجاميع للخيرات نهابه جاهدوا وابشروا بالنصر والبشرى قوه الله للطغيان غلابه نسبق الطير ذي بالجو واسرابه لا هجمنا تموت اعدائنا قهرة قبل تأثير رصاص الموت دوابه يرضخ الخصم ولا نجبره جبرة من ظلم او تعدى نكسر انيابه حرب دحس وحرب النقاه الغبرة حربنا واسأل التاريخ واكتابه يا النشامى وعاد الشر ما استشرى اقبلوا منفذه في الشعب وابوابه فاهمهم وذي ما قد قرا يقرا لكنهم دروس الاسد في الغابه ذاكروا ما تناسى العيد والذكرى عيد سبتمبر الامجاد واصحابه الزبيري ونعمان ذي حفر قبره زادت الفكر قادوا ثورة كبرى دمرت قوة الطغيان واحزابه فاهمهم وذي ما قد قرا يقرا لكنهم درس الاسد في الغابة.